علمنا بالفعل أن العضلات تساعد على الحركة وترتبط بالهيكل العظمي، وبالنظر إلى العضلة الهيكلية يتبين أنها تتكون من العديد من الألياف العضلية التي تجمع معا من خلال النسيج الضام، وكل ليفة عضلية تكون طويلة وتتكون من عدة أنوية. والخاصية المميزة للليفة العضلية هي أنه يمكن أن تختزل إلى نصف طولها، وهي تكون شريطية، ومن ثم تعرف بالعضلة المخططة. وكل ليفة تتكون من كتلة من الألياف الدقيقة التي تكون محاطة داخل غشاء غمد الليف العضلي. والمظهر الخيطي للعضلة الهيكلية يرجع إلى ترتيب تشابكي لنوعين من ألياف البروتينات. والألياف السميكة تتكون من بروتين يسمى الميوسين، وهذه يكون سمكها أعلى من 15 نانومتر، بينما الألياف الرفيعة يكون قطرها حوالي 7 نانومتر، وهي تتكون من بروتين الأكتين.